بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل مطرح ما وقفنا المحاضرة الماضية. كنا بدينا الحكي في simplex method على أساس إنه هي الطريقة الأكثر استخداما لحل linear programming problems، وقلنا إنه عشان نبدأ فيها لازم نعمل صياغة للlinear programming problem على شكل standard form. standard form بيشمل اللي هو objective function ومجموعة الكونسترينت فانكشنز. اوكي، هاي مثلا هنا هذا الان مش ستاندرد، لانه صح في عندي اوبجكتيف فانكشن ومجموعة كونسترينتس، بس الكونسترينتس مش ايكواليتيز، لازم نحولهم لايكواليتيز صح. وعشان نحولهم رحنا حطينا فاريبلز اليو والفي، وادخلنا الفاريبلز ايضا على الاوبجكتيف فانكشن. وبعد هيك قلنا شفنا كيف الريبرزنتيشن تبع المسألة جيومتريكالي، وثم أيضا كمان رحنا مشي أنا على كل الكلام هذا شفناه، شفنا الإكستريم بوينت ثيرم اللي هي بتنص على إيش، على إنه السولوشن هيبقى واحد من الإكستريم بوينتس. الإكستريم بوينتس اللي هي أطراف الريجن اللي هي أو الفيرتيسز تبعت الريجن. تمام، مشي لقدام كمان. أوكي، طلعنا على اوكي، قلنا بنحول هذا ستاندرد فورمات مظبوط، لانه عندي ايكواليتيز وفي اليو والفي. بنحول هذا ستاندرد فورمات الى ماتريكس فورمات، وبنروح واحنا ماخدين هاي الماتريكس فورمات، وبعد هيك بنروح ماخدين الكوفيشنتس هذه في التابلو. اوكي، السمبلكس تابلو بيتكون بالاساس من اللي هو الكونستريند فانكشنز، كل كونستريند فانكشن الكوفيشنتس تبعونها، وايضا في عندي اللي هو الرايت هاند سايد تبع الكونستريند فانكشنز العمود الاخير، والرو الاخير بيكون هو الاوبجكتيف رو، هو عباره عن الكوفيشنتس في الاوبجكتيف فانكشن مع كوسين. Okay. طبعا الزيروز ما بتنعكسش، بتنزل زي ما هي، انما الخمسة بصير ناقص خمسة والثلاثة ناقص ثلاثة. اوكي، هذه نقطة البداية، ونقطة البداية هي عبارة عن هي سوليوشن، بمعنى انه احنا هنا بنعبر عن السوليوشن هذا 0046. 00 يعني اكس 0 واي 0 و 4 6 يعني يو 4 وفي 6. مش عارف اذا كان ذكرنا هذا الكلام المره اللي فاتت ولا لا، بس لو انت جيتي وحطيتي القيم هذه يعني اكس 0 واي 0 يو 4 يساوي 4، وهنا نفس الشيء اكس 0 واي 0 0 0 والفي 6 يساوي 6. فهذا هو كانديديت سوليوشن. ليش كانديديت سوليوشن؟ فيزابل يعني سوليوشن. ليش؟ لانه يحقق الكونسترينتس مظبوط، ويحقق الكونسترينتس صح، لكن لا يحقق الهدف النهائي. هل يحقق الهدف النهائي تبعه؟ شو الهدف النهائي؟ انه هذه تبقى اوبتيمم. واضح انه لا يحقق، لانه حاطط اكس بزيرو واي بزيرو، فكله زيرو صح، وهي الفاليو النهائي تبع الاوبجكتيف فانكشن هنا زيرو. مش معقول يبقى زيرو، الا احنا وي دونت نو، ميبي ما فيش افضل من الزيرو، بس مبدئيا غالبا مش الزيرو بتكونش اوبتيمم فاليو. المهم هو فيزبل سوليوشن، يعني هذا التابلو الان هذا السمبلكس تابلو يمثل فيزبل سوليوشن، يمثل فيزبل سوليوشن. الفاليوز تبعت المتغيرات كالتالي: الأربعة والستة هي values لليو والفي. اليو والفي اليو والفي هنا اليو في الفانكشن الأولى، في الكونستانت الأولى اليو موجودة، الكوفيشن تبعها 1، والفي مش موجودة. فهذا السطر يمثل مين؟ الكونستانت الأولاني. أوكي، وهذا السطر يمثل الكونستانت الثاني. فعندي أنا أربعة وستة لليو والفي، والباقيين الاثنين الاكس والواي بيكونوا اصفار. اوكي، من هذا التابلو الان بدنا ننتقل الى سوليوشن اخر، من هذا الفيزابل سوليوشن بدنا ننتقل الى سوليوشن اخر.
بدي ايضا كمان نضل هالرسمه اللي هو الجيومتريك ريبريزنتيشن للبروبلم هذه اللي امامنا، اللي هو هي الجيومتريك ريبريزنتيشن. تذكروا اوكي كان في عندنا لحظه في هذه، اتفقنا على انه هذا الخط يمثل ايش؟ الاكس طبعا، بس هنا الواي بيساوي زيرو صح، وهنا الاكس بيساوي زيرو، وفي عندي خطين تانيات اللي هو هذا وهذا، اوكي هذا كل واحد منهم يمثل constraint function مظبوط، يعني هذا هيك يمثل x زائد 3 y بيساوي 6، في x زائد 3 y لما نحن صيغنا عدنا صياغة هذا constraint ايش دخلنا؟ دخلنا ال v مظبوط اوكي، والثاني اللي هو الخط هذا x زائد y زائد يو بيساوي 4، ولا حطه فوق مشان ال اوكي. الان هنا اليو قديش بيساوي؟ زيرو. الان على هذا الخط، على هذا الخط لانه هو اصلا هذه الكونستينت هي اكس زائد واي اقل من او تساوي 4، فعلى هذا الخط الواي دائما زيرو، اسف الخط الثاني هذا الواي بتساوي زيرو، والخط هذا الفي بتساوي زيرو، ايوه هذا الخط هو عباره عن اكس زائد 3 واي بتساوي زيرو، يبقى الفي كاني حطيت الفي بتساوي كوفيشن زيرو اوكي. فانا صفرت عمليا، انا صفرتها مش الكوفيشن تبعها، هي بتساوي زيرو وهنا اليو بتساوي زيرو، يبقى انا بقدر ارمز للسطر هذا الخط هذا انه ايش؟ هذا اللي هو ايش؟ في بتساوي زيرو، يعني كافة النقاط اكس واي اللي بتكون يو عندها في عندها بتساوي زيرو، وهذا الخط اللي هو يو بتساوي زيرو، هاي الايش؟ الاكستريم بوينتس. احنا الان واقفين على هذه، او الطابلو هذا يمثل هذا البوينت، زيرو زيرو. حكينا ايضا انه السمبلكس ميثود بتنتقل من سوليوشن الى اخر طالما انه في تحسن في الفاليو تبع الاوبجكتيف فانكشن. هي الان هنا والفاليو تبع الاوبجكتيف فانكشن زيرو، وبنبحث الان عن افضل، وبتنتقل من واحده الى الادجيسنت. مين الادجيسنت لهذه؟ هي هذه وهذه اوكي. يبقى الميثود الان السمبلكس ميثود الان بعد ما عملت هذا بدها تنتقل الى واحد من هذول، على بدها تختار واحد منهم تنتقل اليها، بدها تنتقل الى واحده على اساس انه الواحده هذه بتعطي اوبجكتيف فاليو افضل، اوبجكتيف فاليو يعني الاوبجكتيف فانكشن بتكون افضل اوكي. طيب مين اللي مرشحه اكثر، هذه النقطه ولا هذه النقطه؟ على اي اساس المفترض الفانكشن الميثود تختار، تختار ما بين هذه النقطة أو هذه النقطة، على أي أساس؟ على أساس مين منهم حي يعطي objective value أكثر. كيف نعرف؟ هاي objective function 3 x زائد 5 y زائد 0 u زائد 0 v. أنا الآن لما أمشي لما أروح على هذه بكون اتحركت في مين؟ في ال x direction. لما روح على هذا بكون تحركت في الواي دايركشن. الان حركه الواي ولا حركه الاكس اللي بتعطيني قيمه اعلى؟ الواي، انا كل واحد في الواي بيعطيني خمس قيم في النهائي ولا لا؟ بينما هنا
ليش؟ الاكس بتعطيني بس 3، كل حركة في كل قيمة جديدة في الواي في الاكس بتعطيني بتنضرب في 3، يبقى حركة الواي هي اللي ايش بتوصل يعني بتعظم الفاليو اكثر. هذا الكلام الالجوريثم كيف بدها تستكشفه؟ من الاوبجيكتيف رو. الاوبجيكتيف رو عندي هذول النيجاتيفز، اوكي، هذول الكوفيشنز تبعون الفاريبلز ولا لا؟ هذه الثلاثة هي الكوفيشن تبعت الاكس، والخمسة الكوفيشن تبعت عاملينهم احنا بالماينس. فالان احنا بنبحث المفروض ناخذ الموست نيجاتيف ونختارها. يبقى احنا اخترنا الواي على اساس انه نتحرك في اتجاه الواي، يعني صح ولا لا؟ يعني الان النقطة الجديدة، النقطة الجديدة حيكون الواي احد الايش؟ الاحداثيات تبعتها. طب مين الاحداث الثاني؟ بده يكون اما يو او في، صح؟ يعني يا اما بدي يعني خلي بالك انه هذه النقاط هي تقاطعات، تقاطعات ما بين هذا وهذا، صح؟ فانا الان لما اخترنا الواي يبقى اتجهنا هذا، الان بدنا نختار مين؟ الفي على انها هي المتغير الاخر، المتغير الاخر اللي للنقطة هذه، النقطة هذه، اوكي؟ فالمفروض انه احنا نختار الـ V، اوكي؟ فخلاص اخترنا الـ Y على اساس انه هي صاحبة الـ most negative في الـ entry في الـ objective row. الآن بدنا نقرر هذه ولا هذه، طبعا واضح انه بدنا نختار هذه. بس على اي اساس الالجوريثم ايش بتسوي؟ بتروح بتحسب ريشيوز سميها ثيتا يو وثيتا في، يو وفي باسامي الاسطر اللي عندنا. هذول الاسطر كل واحد منهم يمثل كونسترينت فانكشن. لو عندي مور كونسترينت فانكشنز هبقى عندي مور روز، اوكي. ثيتا يو هي عباره عن الفاليو تبع الرايت هاند سايد على القيمة هذه اللي هي وين؟ احنا في العمود اللي هو الاوبجيكتيف البيفوت كولوم، اوكي، اللي هو 4/1. ثيتا في 6/3، صح؟ الريشو هذا 4 والريشو هذا 2، اخذ الاكبر ولا اخذ الاقل؟ بدي اخذ الاقل لسبب مهم جدا، وهو انه الاقل الاكثر احتمال يكون برا الفيزبل ريجن، برا الفيزبل ريجن، اوكي. هذا الان الاثنين هي هذا المسافه هذه، والاربعه هي المسافه هذه. انا الان وهنا ومخير ما بين هذه ولا هذه، صح؟ فانا الان باخذ هذه لانه هذه احتمال تكون او هذه مضمون انها تكون انسايد الايش؟ الريجن، اوكي. هاخذ المينيمم، هاخذ المينيمم يعني هاخذ الرو تبع الفي. يبقى صار عندي هذا البيفوت كولم وهذا البيفوت رو، خلاص. على اساس هذا الامر، على اساس هذول التو روز رو كولوم اند رو، بدنا نشكل التابلو الجديد، اوكي. اول حاجه بدي يتغير البيفوت رو، البيفوت رو بدي يتغير. التقاطع هذا هو تقاطع البيفوت كولوم مع البيفوت رو، القيمة اللي فيها بدنا نقسم كل الرو عليها. بدي اقول انا رو شرطة اشارة الى البيفوت رو، رو شرطة نيو يعني رو البيفوت رو الجديد، بدي يساوي ايش؟ بدي اقسم قلنا نفسه على مين؟ على التقاطع، القيمة اللي في التقاطع. صار 1/3، 3/3، 0/3، 0، 1/3، 6/3، بما في ذلك الرايت هاند سايد 2. هذا الان اللي هو لنيو بيفوت رو،
اوكي خلينا نحطه في التابلو الجديد. مين؟ خلاص هيك. هنا RHS يعني right hand side اللي هي البي يعني. اوكي الان بدنا نعيد نشكل الرو الاولاني والرو الاوبجكتيف رو ايضا كمان بده يتشكل. اوكي الان كل واحد من هذول رو اي بيساوي رو اي السابق ناقص سي ضرب اللي هو النيو بيفوت رو. السي هذه هي عبارة عن التقاطع. تقاطع تبع مين؟ انا بحكي الان عن رو اي بيساوي واحد. رو واحد يعني اللي هو هذا. بدي اعيد تشكيله ها؟ بيساوي السابق الاصلي يعني ناقص سي. السي اللي هي التقاطع. الرو اللي انا بحكي عنه الان مع البيفوت. مع البيفوت كولوم. قديش القيمة هنا؟ واحد. واحد ضرب مين؟ ضرب مين؟ البيفوت الجديد. اوكي؟ خلينا ناخذهم. هاي واحد ضرب البيفوت الجديد هو البيفوت الجديد زي ما هو. الآن بدنا ايش نسوي؟ نطرح مين من مين؟ هذا الاكزيستنج الكرنت ناقص النيو نيو بيفوت. واحد ناقص اثنين على ثلاثة. واحد ناقص ثلثين. بعدين واحد ناقص واحد. بعدين واحد ناقص. بعدين زيرو ناقص ثلث. بعدين أربعة ناقص اثنين. اثنين. اوكي. نفس الاشي للبيفوت رو. للأوبجيكتيف رو اسف. وين التقاطع؟ هياته. ناقص خمسة بده ينضرب في هذا الكلام. اول اشي ناقص خمسة تقاطع لتنضرب في مين؟ في الكرنت. خلينا نضربها. هي ناقص خمسة على ثلاثة. لا 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 ناقص خمسة على ثلاثة صح. ناقص خمسة في ثلث. ناقص خمسة في واحد. ناقص خمسة في زيرو. ناقص خمسة في ناقص خمسة سالب عشرة. لأن هذا هو عبارة عن سي ضرب النيو بيفوت. نطرحه من مين؟ من الكرنت بيفوت. من كرنت رو. ثلاثة ناقص ثلاثة ناقص ناقص خمسة على ثلاثة. هذه ناقص تسعة على ثلاثة زائد خمسة على ثلاثة. مزبوط؟ سالب أربعة على ثلاثة. بعدين مين؟ ناقص خمسة كيف؟ هذه ناقص خمسة صار صفر. احنا نطرح من هناك بنقص صفر. بدنا نطلع عليه اللي هو هذا المربع اللي هو قيمة الأوبجكتيف فانكشن الجديدة بناء على النقطة الجديدة صح؟ عشرة. يبقى واضح انه في تحسن، في امبروفمنت من هنا لهنا. هنا كان صفر هنا صار عشرة. اوكي طيب النقطة هذه ايش هي؟ عبارة عن ايش؟
زيرو اتنين، زيرو في الاكس، اتنين في الواي، مظبوط؟ اوكي. هي وبرضه بالنسبه لليو والفي، هي قديش بالنسبه للفي؟ في زيرو. طب اليو انت الان عوضي هنا ها اكس زيرو واي باتنين، اليو قديش بتضل؟ اثنين صح؟ صح؟ يبقى هذا البوينت ايش؟ اوكي؟ احنا خلاص هياتهم هدول، هدول الاثنين هم عباره عن يو واي ويو. اوكي؟ واي ويو. بص على الزيروز هذه اللي هنا. الزيروز هذه بتقول لي مين الفاريبلز، مين الفاريبلز اللي ايش؟ خليني بس نتأكد منها. نعم يو واي، يو واي صح. تمام زيروز هذول بيقول لي مين الفاريبلز اللي نون زيرو، هم الواي واليو. الان الواحد هنا جاي عقبال الواي، عقبال اليو، والواحد هنا عقبال الايش؟ الواي. اوكي بهذا اثنين واثنين اللي هم اليو والواي، ماشي اليو والواي، والباقيين هم الزيروز. يعني التو فاريبلز هيكونوا نون زيرو، اوكي، وايش؟ وتو فاريبلز هيكونوا زيرو. فعند هذا الان عباره عن سوليوشن صح؟ انا الان في السوليوشن هذا انا معني بس بالمتغيرين هذول الاكس والواي، لانه هذول قلنا temporary variables. عند هذا السوليوشن او عند هذه النقطه لو جينا نعوض في الاوبجكتيف فانكشن هنلاقي ايش؟ 0 زائد 2 في 5 10 ويساوي 10. هذه قيمه مين؟ قيمه الاوبجكتيف فانكشن، سميها الزد او سميها الاف مش خلاف. طيب كويس، يبقى الان بدي انتقل الان من هذا الى واحد جديد. بنستمر في الانتقال طالما عندي في نيجاتيفز، لما هذول كلهم يصيروا نون نيجاتيف بوقف، وبيكون الفاليو اللي هنا هو الاوبتيمم فاليو، وبيكون التابلو برضو بيقول لي مين هم البوينتس، مين هم البوينتس والفاليو تبعتهم. اكمل كيف اسوي؟ اعيد مره ثانيه. لو اول اشي بدي احدد البيفوت كولوم على اساس ايش؟ على اساس الاوبجكتيف رو هذا وين الموست نيجاتيف انتري. هنا في شيء نيجاتيف الا هذه، يبقى خلاص مباشره هذه الان بتصبح هي البيفوت، هذا بيصبح هو البيفوت كولوم. طيب مين البيفوت رو؟ هذا ولا هذا؟ على اساس ايش؟ بدي احسب الثيتا او الريشيوز. ثيتا يو بساوي 2 على صح؟ 2 على ثلثين، يعني 2 ضرب صح؟ ويساوي 3. ثيتا واي بساوي 2 على ثلث ويساوي 6، مظبوط؟ مظبوط؟ مين المينيمم؟ 3. يبقى هذا الرو هو البيفوت رو، مظبوط؟ وهي الكروس. بدنا نحسب أول حاجة الآن في التابلو الجديد، إيش أول حاجة بدنا نحسبها؟ البيفوت رو الجديد. كيف حسبنا الاولاني؟
خدنا هذه القيمة قسمنا كل الرو عليها. مظبوط؟ واحد زيرو. عم باخذ الفاليو بقسمه على مش متأكد أنا. نص سالب، أنا طلع معي اثنين. ليش؟ عيد مرة تانية. ثلث ضرب ثلاثة على اثنين. أنا قلبتها. ثلث ضرب اثنين على ثلاثة عملتها. قلبت لازم أقلب هذا. يساوي سالب نص. هذا الآن إيش؟ the new pivot row. بحطه هنا. وهذه على صح. الآن بدي احسب النيو رول الجديد هذا والرول الجديد هذا، صح؟ طيب بالنسبة لهذا، ها أنا بحكي في الكولم، البيفوت كولم، تقاطع الرو مع الكولم التولت. التولت هذه هي ايش؟ السي. السي بدها تنضرب في مين؟ في البيفوت رو الجديد. مظبوط؟ هاي تولت. هذا الآن سي ضرب رو سي 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 واي. تولت في واحد، بعدين تولت في ايش؟ زيرو. تولت تولت ايش قلنا؟ نضرب هذا في ايش؟ في النيو بيفوت. التولت في واحد، تولت في زيرو، تولت في تولتين نص، صح؟ مزبوط. بعدين تولت في ايش؟ تولت في صح هيك؟ طيب الان ايش بنسوي؟ ناخذ هذا الكلام نطرحه من مين؟ زيرو واحد تلت ناقص نص ايش بيطلع؟ في غلط هنا، عيد مرة. احنا هنا لسه زيرو ناقص نص بزيرو. سوري سالب نص. غلط. مزبوطة؟ مزبوطة. الان تلت ناقص ثلاثة على ستة، واحد على اثنين، اثنين ناقص واحد، واحد. اوكي. الآن بدنا نعمل لهذا للبيفوت. هاي التقاطع نضربه في مين؟ في النيو بيفوت اللي هو هذا. مظبوط. وين النيو بيفوت يا بنات هذا؟ تمام.
نضرب ايش؟ سالب 4 على 3 ضرب ايش؟ 1 و 0 3 على 2 والناقص نص والثلاثة. الآن بساوي سالب 4 3 0 سالب 2 صح؟ صح؟ بعدين زائد 2 على 3 ناقص 4 3 في نص. بعدين سالب 4 اوكي، لان هذا بده ينطرح من ال الموجود، يصير 0 0 موجب 2 5 3 ناقص 3 3 3 يعني 1 بعدين 10 ناقص ناقص 4 14 اوكي تمام. الان هنا ايش؟ تمام. الان ايش في عندي؟ هذول الفاليوز الفاريبلز اللي ضلوا اوكي، فهذول هم الاكس الاكس والواي. ايش السوليوشن اللي عندنا؟ 3 1 0 0 0 0 اللي هم الفاريبلز اللي صفروا، وعند هذا السوليوشن الزد او الاف بتساوي 14. تأكد منها ايش الفونكشن؟ 3 اكس زائد 5 واي، 3 في 3 ب 9، 1 في 5 ب 5 14 اوكي تمام. طبعا المسألة هذه يعني لما بتيجي في امتحان بدها تركيز كتير، عشان في كتير mathematical operations، بس المهم البروسيجر تبقى واضحة. يعني ما اظنيش يجي في الامتحان اشي في متغيرات اكتر وconstraint functions اكتر، وإلا بياخد نص وقت الامتحان. المهم تبقى البروسيجر واضحة. البروسيجر ببساطة هي تمر عليها مرة تانية، انه اول اشي بنعمل initialization. initialization بمعنى انه احنا نصيغ البروبلم، يعني بنقرا المسألة وبنشوف نحدد ايش هي الاوبجكتيف فانكشن وشو هم الكونسترينتس، بنعبر عنهم ب بالانيكواليتيز. بعد هيك بنروح بنحول الى ايكواليتيز يعني ستاندرد فورم. بعد هيك بنبدا نعمل تابلو بانيشال تابلو باللي هو الاكستريم بوينت الاولى اللي هي 0 0، علشان بعد هيك ننتقل. الان من الانيشال تابلو بدنا اول شيء نفحص هل الاوبجكتيف رو اللي في الاخر كله نون نيجاتيف. اذا كله نون نيجاتيف خلاص يبقى احنا عند السولوشن تمام، عند الاوبتيمال سولوشن. اما اذا في نيجاتيفز يبقى بدنا نعمل تابلو جديد. اول شيء بدنا ناخذ most negative نعتبره هو ايش؟ الكولم الكولم اللي هو البيفوت كولم. بعد هيك بدنا نحسب الريشيوز ثيتا لكل واحد من الاسطر، لكل واحد من الاسطر ما عدا طبعا نعم لكل واحد من الاسطر اللي بشكله constraint functions، وناخذ الثيتا اللي اقل. الثيتا الاقل بدها تصير هي بتمثل البيفوت رو. البيفوت رو تقاطع البيفوت رو مع البيفوت كولم اوكي، على اساسه بدي احسب البيفوت رو الجديد، ومن البيفوت رو الجديد باحسب الاذر اوكي الاذر روز، وبتشكل عندي التابلو الجديد
وبستمر طالما انه ايش في عندي نيجاتيفز، خلص النيجاتيفز بوصل للسولوشن. في شغله اخرى وهي انه الانتريز تبعت الرايت هاند سايد لازم تبقى بوزيتيف. اذا فيها شيء نيجاتيف معناته ايش؟ معناته وي دونت هاف ا سولوشن، ذا بروبلم از انباوندد، يعني زي ما شفنا بكون الناحيه هذه مفتوحه مش باوندد ريجن، مش باوندد. اوكي، طبعا الان حكايه اللي هو الانيشيال فيزبل سوليوشن اللي بنبدا بيه وبنعمل له الطابلون الاول، انا بنقول بنبدا بالزيرو، بس احيانا لما ابدا بالزيرو بتاخذني وقت كثير على ما اوصل للاوبتيمال. احنا هنا في المثال هذا اخذتنا ايش من الزيرو للنقطه هذه، ثم الاخير هذا هو النقطه هذه، يعني انتقلت الالجوريثم من هذا السوليوشن الى هذا الى هذا، صح؟ هذا اللي هو 2.02 وهذا 3.1، 3.1، اوكي؟ وانتهت عند بثلاث ستيبس، لكن عمليا لو انا دائما بدي ابدا من الزيرو، اي نيفر نو، يمكن الزيرو بعيد جدا عن هذا، ففايندينج الانيشال بيزك سوليوشن مي بوز ا بروبلم، انه من وين ابدا، هذا في حد ذاته، اوكي؟ كذلك في احتمال من ناحيه نظريه انه يبقى في سايكلينج، انه يتلف الالجوريثم، ما اعتقدش هذا حيكون يعني وارد جدا في الامثله اللي حنتعامل معها. اوكي، تيبيكال نمبر اوف ايتريشنز ما بين ام اند 3 ام، 3 ام اللي هي ايش؟ الام اللي هي ايش قلنا؟ عدد الكونستريند فانكشنز. اوكي، خلينا بس نطلع على هذه الورست كيس افشنسي. الورست كيس يعني احنا الان لو بدنا نفترض انه بدي ابدا من هذه والف عليهم هيك وفي الاخر تطلع لي هذه هي الاوبتيمال، يعني هذا ورست كيس، صح؟ انا هلف عليهم كلهم الى ان اجد هذا اكسبوننشال، اكسبوننشال الورست كيس، ان ابدا من انيشال بوينت بعيده عن الاوبتيمم. اوكي، فهذا لكن طبعا احنا زي ما قلنا ممكن اختيار الانيشال بوينت يبقى مناسب، وبالتالي ما نضطرش انه نلف على كل اللي هو الاكستريم بوينتس. في بس ملاحظه اخرى انه في الجوريثم ثاني، يعني هذه الى حين الى حد قريب لل 84 كانت هي الميثود الوحيده او افضل ميثود لمعالجه اللينير بروجرامينج بروبلم، الى ان انعملت الالجوريثم الثاني اللي هي تبعت كار ماركرز. الالجوريثم بتستخدم انتيرير بوينتس مش بس اللي هو الاكستريم بوينتس. خلاص هيك بنكون احنا بدنا نطلع على ايش في بروبلمز. المحاضره الجايه بنبدا ان شاء الله في 10. يعطيكم العافيه.